كمان الدكتورة ليلى عبد المولى اللي كانت وقت الحرب ملازم أول ومسؤولة عن التمريض في مستشفى غمرة العسكري، وكانت بتشتغل مع الفريق من غير بتشتغل مع الفريق كله من غير أجازات ومن غير أي راحة من غير أي شكوى، وكان كل هدفهم كسيدات سواء ممرضات أو دكتورة إن هم ينقذوا الجرحى. احنا معانا على التليفون العميد ليلى عبد المولى، العميد الدكتورة ليلى عبد المولى، الأستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية وإحدى المشاركات في حرب أكتوبر. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بالمستمعين والمشاهدين. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة وذكرى جميلة جدا، ذكرى العاشر من رمضان. احنا وانتو والشعب المصري والجيش المصري خاصة. طبعا طبعا يا فندم، بخير وصحة وسعادة يا رب وأمان. أمين يا رب أمين. في البداية فندم قولي لنا، ذكرى العاشر من رمضان بتمثل لحضرتك إيه، خصوصا إنك شاركتي في النصر ده؟ أنا الحقيقة ذكرى العاشر من رمضان ذكرى يعني محفورة في كل خلية من جسمي وعقلي، طبعا لا تمحى لا تمحى بمرور الأيام. أكيد. ذكرى العاشر من رمضان ده جات لنا بعد ظلام دامس لسنين طويلة، جالنا نور الفجر وأشرقت الشمس، صح، وكان يوم في منتهى السعادة إن احنا قهرنا العدو في أول 6 ساعات. مظبوط. حضرتك كنت ملازم أول وقت النصر، كلمينا أكتر عن الفترة دي وإزاي استقبلتي خبر العبور والمنظر كان عامل إزاي حواليكم، الناس كانت إحساسها عامل إزاي؟ أنا كنت ملازم أول، كنت لسه خريجة جديدة من كلية التمريض، وخدنا التدريب العسكري اللي بيأهلنا بيعرفنا بما هي القوات المسلحة وبيعرفنا إزاي ندافع عن نفسنا، وبعدين دخلنا المستشفيات. جميل. متحمسين جدا، كنت فخورة فخورة قوي قوي إن أنا فرد من أفراد القوات المسلحة كنت في السن ده، وكان نفسي إن أشوف حاجة جميلة لبلدنا وكان اللي هو العبور. طبعا. فعايزه اقول لحضرتك احنا كنا قاعدين بنشتغل ليل ونهار، لما جالنا الخبر لا تتخيلي قمه السعاده لا توصف، يعني يعجز عن وصفها اللسان وقتها. صح. لان احنا كنا فعلا منكسرين قوي والوقت انتصرنا، فتخيلي انك جايه من الظلام الدامس للشمس الساطعه. فتخيلي تبقى الاحساس والشعور ازاي. واحساس بالفخر، احساس ان الواحد روحه اتردت له، ان الامل اهو حرب العزه اللي احنا كنا والكرامه متمسكين بيه. بالظبط، الامل اهو اللي كنا متمسكين بيه واللي كنا موعودين بيه يمكن على مدار 3 سنين. كان الرئيس السادات بالظبط 3 سنين كل سنه نقول هنعبر، لا ما بنعبرش، هنحارب، لا ما بنحاربش، لحد ما جت لحظه النصر العظيم. كانت لحظه يعني مش قادره اي حد والوصف ما نقدرش نوصفها بصراحه. حضرتك استمرتي قد ايه في الفتره دي في يعني هما بيسموها شفتات او النوبات، حضرتك استمرتي قد ايه في الفتره دي من بعد ما قامت الحرب وتم العبور؟ قعدتي قد ايه بقى هناك في المستشفى؟ قعدتي قد ايه مع الطاقم الطبي من غير اجازه؟ قعدتي في السنين يعني ولا لا من غير اجازه، يعني بمجرد ما اعلنوا ان الحرب قامت وان احنا بدانا نعبر من يوم 6 اكتوبر من يوم العاشر من رمضان، خدتي امتى اجازه بقى بعدها؟ امتى نزلتي بقى تاني تروحي بيتك؟ لا، ما انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا اول ما التحقنا بالقوات المسلحه كان واضح ان التعزيزات قويه، لان احنا التحقنا في وقت صغير قامت الحرب، ايام مش كتير يعني. فما يعني ده حضرتك التحقتي وعلى طول النصر حصل؟ الحمد لله. فما كانش عندنا اجازات ولا جمعه، الناس رايحه تعيد، احنا رايحين الشغل، الناس نازله الجمعه اجازه، احنا رايحين الشغل. قعدنا فتره ما يقرب من شهرين، بعد كده خلاص الدنيا بدات تستقر وبقت افضل كتير يعني، بقينا ناخد الجمعه بس اجازه. كلميني عن دور حضرتك ودور الممرضات، مش بس في انكم بتطببوا الجرحى، كمان التخفيف النفسي على الجنود اللي كانوا مصابين. احكي لي اكتر، كان المنظر كان عامل ازاي؟ دور حضرتك ودور الممرضات كان عامل ازاي؟ لا، او قبل ما احكي لحضرتك الدور بتاعنا وازاي نجح، احكي لحضرتك على حاجتين في منتهى الاهميه. يا ريت يا فندم، اتفضلي. الشعب المصري كان الام الحنون لينا، الشعب كله بتلاحمه، وكان الاب الحامي لينا، كان دفعه قويه جدا جدا من تلاحم الشعب المصري معانا. يعني عايز اقول لك كانت مستشفى غمره كانت في مكان الى حد ما شعبي،
عايزه اقول لحضرتك ان كل بيت كان مفضي ثلاجته عشان يجيب لنا الثلج، لان ما كانش فيه ايس ميكر. كانت كل الناس متعاونه معانا، كنا نركب الاتوبيس الناس كانت قاعده مرعيانه. عايزه اقول لحضرتك كنا حاسين بالفخر في ان احنا ابناء هذا الوطن. طبعا، واكيد كانوا بيبعتوا فطار للمستشفى وسحور للمستشفى. لا ما كانوش بيبعتوا اكل، لان القوات المسلحه حقيقه كانت التجهيز عندها عادي. عظيم عظيم طبعا. عندها اكتفاء جام شديد. المستلزمات كلها كانت بوفره. التنظيم كان فائق الحدود. التخطيط اللي كان موضوع كان معمول حساب كل شيء، كل حاجه تتعمل، وان الضربه دي تبقى في رمضان. العليا القيادات العليا كانت التنظيم عندها عالي عالي، ما احتاجناش اي شيء من بره، لكن العروض هي اللي كانت بتجيلنا، لكن الحمد لله كان عندنا اكتفاء ذاتي من كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. دور حضراتكم بقى في التخفيف عن المصابين. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه كمان من ضمن الحاجات، يعني كان ساعه يجي ناس للزيارات للمستشفى، الناس بتيجي الجرحى جاي من كافه المحافظات. فمثلا جاي حد في اي بي زي الله يرحمها السيده جان السادات مثلا، جت لقيت الناس واقفه، فكانوا مانعين دخول الناس. قالت لهم واقفين ليه؟ وقام قالوا لها سيادتك تدخل، قالت لا هم يدخلوا قبل مني. كانت حاسه بالامان في وسطيهم، وكانت حاسه ان الشعب كان بيحبهم. اهلها صح طبعا طبعا. فهي يعني الدفعه بتاعتها كانت هو شعبنا، بلدنا، شعب مصر. طب ايه اصعب الموقف، يعني اصعب موقف حضرتك مريتي بيه في خلال هذه المرحله، مرحله ما بعد العبور الثلاث شهور؟ اصعب موقف قابلني ووجع قلبي اجرام اسرائيل. اجرامها المتعمد في انها تضرب الجرحى. يعني جالنا اشاره في ليله ان جاي لنا اتوبيس جرحى، راحوا ضربوه. احنا بعد ما قعدنا نستعد ضربوا الجرحى، فجروا الاتوبيس. قمه الاجرام اللي في الدنيا. طبعا طبعا. الاجرام الثاني كمان ان كان يجي لنا الجرحى. عايز اقول لحضرتك ان اسرائيل دي حربتنا بكل الاسلحه المحرمه. لكن بفضل الله تعالى سحقناها، لان في جيش قوي وراه شعب قوي ومساند. وتنظيم فائق الحدود. طبعا طبعا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا العميد ليلى عبد المولى، الاستاذ بالاكاديميه الطبيه العسكريه واحدى المشاركات بحرب اكتوبر المجيده. وكل سنه وحضرتك سعيده، ويا رب دايما معانا، وكل سنه في الذكرى السعيده دي نكلم حضرتك ونكلم كل من كان ليه دور في هذا النصر العظيم.